يعني ما ينفعش واحنا بنتكلم على حتى تواصل الاجيال في الاهلي، تواصل الاجيال مش بس في الكوره، اذا كان معانا الوينج رايت محمد القوصي والوينج ليفت خالد الاتربي فراس الحربه الغائب الكاتب الصحفي الكبير والموسوعي الاستاذ حامد عز الدين في ليله السوبر، اعتقد رايه مهم. مساء الخير يا استاذ حامد. اهلا وسهلا يا ابا خليل، ازاي حضرتك؟ يعني بحيي ضيفيك العزيزين الاستاذ الخلفي والاستاذ الافريقي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ حامد، وحشنا كتير والله يا ريس. وهو يعني حضرتك يعني مش وينج رايت بس، ولا ده انت حضرتك راس الحربه. راس الحربه هداف خطير جدا يعني، ومدرسه اعلاميه كبيره جدا بنتعلم منها الاستاذ حامد عز الدين طبعا. ومدرسه في حب الاهلي الحقيقه. طبعا ربنا يخليك يا محمد، الله يخليك يا استاذ. قول لي يا استاذ حامد، احساسك ومشاعرك وقراءتك للمشهد الليله دي ازاي؟ والله الـ الـ الحقيقه انا تابعت على مدى اليومين اللي فاتوا التغطيه الاكثر من رائعه اللي بيقودها اعلامي الحقيقه نموذج عالي جدا في المهنيه وفي الاداء وفي التنفيذ وفي قيادة فريق العمل معاه، وهو الأستاذ يعقوب السعدي اللي الحقيقة أنا كنت حريص إن أنا أتكلم النهارده، لأنه من خلال قناة الأهلي أوجه لهذا الرجل كل التحية وكل التهنئة وكل التقدير على تقديم نموذج رائع لإعلام إعلام يصنع كل الأهداف في لحظة واحدة. إن قناة أبو ظبي تقدم تغطية وطنية مصرية عاشقة لمصر أولا، وبالتالي من يعشق مصر فهو يعشق الأهلي، يقدم كل شيء بهدوء ويحسن اختيار ضيوفه من الإعلاميين المصريين، ويحول كلاسيكو العرب كما اطلقت عليه قناه ابو ظبي الرياضيه الى فرصه رائعه لتبيان كيف يمكن للاعلام الهادف الاعلام الحقيقي انه يصنع من مباراه فيها تنافس شديد وكذا يحولها من مشاعر القلق والتوتر إلى تبيان قيمة الأهلي والزمالك في تقديم صورة لمصر. إنه يحول حدث كبير ليس هو صاحبه إلى كل هذه الصورة الرائعة اللي بيتابعها العرب في كل الدول العربية بكثير من الإبهار، وهو يقتحم هذه القلوب المتوترة فيحكي عن مصر العظيمة، مصر الرائعة، مصر الطيبة، مصر التاريخ، مصر الحضارة، وينتقل منها إلى كيف تتحول قمة بين فريقين كبيرين مثل الأهلي والزمالك إلى نموذج عالي لقيمة مصر في العالم العربي، إلى أن يصف ما يحدث بأن هو كلاسيكو العرب الذي يتابعه كل العرب سواء في دولهم أو حتى العرب اللي موجودين في الدول الأوروبية وغير الأوروبية. تعبت به جدا جدا جدا، وكلما أسمعه أسعد أكثر، وأتمنى أن يفيق الغافلون من الإعلام الرياضي المصري ومن الإعلام المصري بصفة عامة في أنه ليس بالتلاسن وباستضافة البلياتشوهات نستطيع أن نستعيد الأرضية الحقيقية التي تستحقها مصر وتستحقها الرياضة المصرية. أنا هنا وقبل ما أدخل أقدم نموذجا سيئا في الحقيقة. كويس، أنا هنا بين الأقواس المهنية دي يا أستاذ حامد، وقبل ما ندخل في السوبر والمباراة، كل الناس اللي تابعت قناة أبو ظبي الرياضية وأداء يعقوب السعدي يعني اتضايقت جدا وزعلت جدا وسأها جدا المشهد الإعلامي الرياضي المصري
وازاي احنا تراجعنا كثيرا مقارنة بالأشقاء العرب وقناة أبو ظبي نموذج. أنت يعني كواحد من أبناء المهنة ورجالاتها وخبرائها أيضا، شايف ده إيه؟ إزاي نقدر فعلا نستعيد اللي إحنا كنا فيه؟ الحقيقة إحنا كنا بنقدم النموذج طبعا. نحن الذين نقلنا خبرة الإعلام بصفة عامة، وصوت محمد لطيف رحمه الله، وصوت محمود بكر، وصوت ميمي الشربيني، كل واحد بمذاقه بأدب شديد. انا عايز اقول لحضرتك لم يكن متاحا استضافة الجهلة وارباع المثقفين عشان هم يقولوا لنا وجهة نظرهم. ما ينفعش انا استمع الى الراحل العظيم عبد المجيد نعمان، الاستاذ الكبير اديب الرياضة الأستاذ نجيب المستكاوي رحمة الله عليه، الأستاذ حمدي النحاس، ناس تفهم فيما تقول. فدول اللي يوجهوا الرأي العام. أما اللي يتحول إلى توجيه الرأي العام يكون هو مجموعة من تجار الفراخ والبط، فهذا شيء مضحك، وهذا شيء هزلي، وهذا شيء عبثي. عايز أقول لحضرتك مجلس إدارة النادي الأهلي أو الدكتور محمد شوقي رئيس البعثة وجه الشكر لقناة أبو ظبي على أدائها وعلى الرسالة الإعلامية الراقية جدا اللي بتقدمها لتغطية السوبر. أنا بقول لحضرتك أنا قاعد في حالة من 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 السعادة الغامرة، وأنا أسمع توصيف مصر بالصورة اللي الأستاذ الصديق الأستاذ حسن الكاوي قال يا أستاذ يعقوب، أنت نقلت لي صورة مصر التي أعرفها والتي لا أعرفها بأسلوب رائع، واستغلال لحدث الناس بتتابعه في تغذية مشاعر الوطنية، إن هؤلاء الإعلاميين في الإمارات قدموا نموذجا في حب مصر، يعني فشل بعض المصريين في أن يعبروا عنه. طيب مجلس إدارة النادي بيشكر مجلس أبو ظبي الرياضي، والدكتور محمد شوقي له تصريح بيشكر فيه مجلس أبو ظبي الرياضي على حفاوة الاستقبال والاهتمام والتقدير لبعثة الأهلي، وده جاي مواكب لاحتفال مصر والإمارات بمرور 50 عام على العلاقات المتميزة بين الدولتين. شايف ده إزاي؟ أنا أرى أنه العلاقات المصرية الإماراتية هي النموذج الذي يجب أن يقتدى في العلاقات العربية العربية. إنه حالة الحقيقة يعني الإمارات نموذج، لكن العلاقات المصرية السعودية، العلاقات المصرية البحرينية، العلاقات المصرية العمانية، العلاقات المصرية حتى القطرية والكويتية هي علاقات أخوة وعلاقات يعني علاقات عربية كما يجب أن تكون العلاقات العربية، ونتمنى أن ده يمتد ليشمل كل الدول العربية في عالم أنا أراه يتشكل مجددا من عالم أحادي القطب إلى عالم آخر مختلف تماما. لا يعلم شكله وصورته إلا الله. إن شاء الله يكون فيه الخير، لأن إن شاء الله. أنا أرى أنه نحن نصنع اليوم عالم جديد هيكون فيه قيادة بإذن الله مختلفة إن شاء الله. طيب عودة للملعب السوبر. نعم. أهل وزمالك، رؤيتك إيه وإحساسك؟ أنا دوماً متفائل بالأهلي في جميع أوقاته، وأنت من أكثر من يعرفون ذلك. صحيح. أنا أثق بالأهلي جدا، والقاعدة من وجهة نظري أنه هذه القمة بتحكمها في البداية والنهاية الإمكانيات الفردية. الإمكانيات الفردية عند النادي الأهلي أنا أراها متوافرة وبكثرة، ولذلك فإنني يعني أشعر بالغثاء
عندما أسمع هؤلاء الذين يتحدثون عن أن الأهلي كان في حاجة إلى مزيد من الصفقات، بينما أنا أرى أن قائمة الأهلي كل من فيها في حد ذاته صفقة، ويبقى لأن هذه هي كرة القدم، يبقى توفيق الله، وإن شاء الله ربنا يوفق النادي الأهلي لكي يعود منتصرا حتى تسعد مصر. أنت ادخرت مقالتك الأخيرة للعدد الخاص. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله بشرة. بإذن الله. إن شاء الله. بشرة خير. إن شاء الله. أخرى تحياتي للأستاذ القوصي والأستاذ الإتريبي، وكنت سعيد جدا جدا بالمشاركة معكم حتى نحيي من يستحق التحية. شكرا جزيلا. شكرا للكاتب الصحفي الموسوعي الأستاذ حامد عز الدين.